لا الاخوان ديالي والاخوات ديالي هنا المسيره ديالنا ان شاء الله غنديروها. الرحمن الرحيم، اليوم نحتفل مع نقابه الاتحاد الوطني للشغل المغرب بفاتح ماي هنايا في اكادير. كما تلاحظون الحمد لله التظاهر جوال العمال والعاملات والمستخدمين والموظفين من كل انحاء الجهه، وانا سعيده بان احتفل معهم. هذه الجهه ديالي وكنعرف القيمه ديال المناضلين ديالنا والمناضلات ديالنا. طبعا للاسف الشديد كان بوسعنا باش نحتفلوا بالصح بمعنى الاحتفال، انه تكون حكومه بهذيك الامكانيات التي رصدت لها والوعود الكبيره اللي وزعتها بسخاء على العمال والعاملات والموظفين قبل ما تجي بداك الشيء، باش فعلا تم التغرير بزاف ديال المغاربه اللي صوتوا على بعض الاحزاب المكونه لهذه الحكومه. اليوم سنه ونصف كافيه باش تعطينا لمحه على حكومه غير اجتماعيه، حكومه لا تراعي الطبقات المسحوقه، حكومه اللي للاسف ماشي غير استجبت ووفات بالوعود ديالها باش تحسن لهم القدره الشرائيه ديالهم المدخول ديالهم، بالعكس حكومه زادت الوضعيه ديالهم تردت من جراء اولا غلاء الاسعار. راه المغاربه اللي كان كيشد مثلا 3000 درهم راه اليوم بحال كيشد 1500 درهم، يعني الناس راه مابقاوش غير كيطالبوا بالزياده ولكن كيطالبوا بانه يوقف هذا الارتفاع المجنون والصاروخي لكل الاسعار جميع المواد وجميع الخدمات بطريقه غير مفهومه في المغرب، ومع على راسها الاثمنه ديال المحروقات اللي كنتمناو ان البرلمان فعلا قد يستطع يشكل هذيك اللجنه النيابيه لتقصي الحقائق باش يقول لنا شنو كيوقع، علاش هاد الاثمنه ديال المحروقات تزداد في الوقت اللي البترول كينقص الثمن ديالو في الخارج. اكثر من ذلك الوعود اللي دارتها الحكومه وقعتها في الحوار الاجتماعي ديال 30 ابريل 2022، اليوم حنا على بعد سنه بحال هذا النهار في العام اللي فات وقعت الحكومه مع النقابه الدوله اللي هي عطاتهم قالت بانها عندهم التمثيليه في الوقت اللي قصات نقابه الاتحاد الوطني للشغل المغربي باش ما تحضرش معاها، وقعت معاهم. اليوم كل البنود ديال هذا الاتفاق لم يتم الاستجابه منها حتى شي حاجه، وحنا على بعد سنه وبلا داك الشيء اللي توقع في الميثاق الاجتماعي لمؤسسه الحوار الاجتماعي. اذا ما عنديش الوقت باش ندير لكم الجرد، اللائحه طويله جدا من الوعود اللي ضللت بها المغارب هذه الحكومه المغاربه وزيفت الوعي ديالهم للاسف الشديد. واليوم اللي مؤسف هو ان كل شيء منسحب، كل شيء ساخط وكل شيء ساكت. لا ما كاينش، ما يقدوش. اليوم المغاربه ما بقاوش باغين غير الوعود، بغاو غير حكومه حقيقيه تخرج تواصل معاهم بطريقه تواصليه سياسيه مفيده وتقول لهم راه درنا هادشي علاش وما درناش هادشي علاش. اليوم الحكومه ما عندهاش اللي تكلم بسميتها وما عندهاش شي واحد اللي عنده مصداقيه باش يهبط واشرح للناس للاسف الشديد. ولكن انا غنختم لك بانه سواء في حزب العداله والتنميه او لا في نقابه الاتحاد الوطني للشغل المغرب اليوم غنبقاو كنديروا الواجب ديالنا، لاننا مقتنعين بان هذه بلادنا مهما تعرضت للهزات والاشكاليات محتاجه لكل ابنائها البراره وكل ابنائها الوطنيين، وحنا هنا كنديروا الدور ديالنا. قصاونا من المواقع السياسيه ومواقع التمثيليه النقابيه، ولكن مع ذلك الخير اللي دارته فينا هذه البلاد الذي كيتمر فينا في كل وقت وحين، لذلك احنا مؤمنين بان هذا البوكل راه غيتسالى وان شاء الله كنطمحوا انه يتفتح قوس جديد للمغاربه يتنفسوا فيه شويه الحريه، يتنفسوا ديمقراطيه ويتنفسوا وضع اجتماعي واقتصادي افضل من هذا اللي كاين. وعلى الرغم من ارتفاع نسب ولوج المراه الوظيفه العموميه الا ان هذا الوزن العدد